بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسد الزملاء، احنا النهاردة هنبدأ محاولة اللايف ترانسميشن، ويا رب يكون معانا عدد من الزملاء ويتجاوبوا معانا، علشان احنا الموضوع له اسم مخصوص. احنا مسمينه ايه؟ مسمينه دردشة قلبية. يعني احنا هنقعد ندردش مع بعض في بعض موضوعات اللي لها علاقة بالقلب، ونقعد نتكلم مع بعض فيها. فعاوزين تفاعل مع الزملاء، من الزملاء معانا ان شاء الله. الهدف ايه من اللقاء بتاعنا ده؟ احنا المحاضرات العلمية والاكاديمية في شعب الجمعية المصرية لأمراض القلب، وفي كل اقسام القلب في الجامعات المصرية وفي المستشفيات التعليمية، بتتكلم لها أنشطة علمية قوية، ومعظمها بيتكلم عن الجايد لاينز. الحقيقة أنا لما يجي لي مريض العيادة مش هيقول لي أطبق عليه الجايد لاينز إزاي، مش هيقول لي وأنا العيادة بتاعي ده كلاس A ولا كلاس B وليفل اوف إيفيدنس A. لما أدي له أدوية مش هقول له ديت A، لكن أنا I will apply الجايد لاينز في الآخر. فانا عاوز قبل ما اجي اطبق الجايد لاينز بتاعتي، انا اشوف هشخص المريض ازاي. المريض هيجي لي يقول لي يا دكتور لو سمحت انا بشتكي من كذا، وادي رسم القلب اللي عملته، او دي الاشعه اللي عملتها، او ده الايكو اللي عملته، او ده الفحص اللي عملته، او ده تحليل الدم. انا عاوز من خلال الورقة اللي مع المريض ومن خلال الشكوى بتاعت المريض يجي يتكلم نشخصه ازاي، نفكر في التشخيص بتاعنا ازاي، نوصل للتشخيص ازاي، وبعدين هاو تو ابلاي جايد لاينز بقى له، وبعدين نكتب العلاج بتاعنا. فده الكلام اللي احنا هنبدا فيه النهارده مع بعض ان شاء الله. انا المريض ده لما جالي، راجل جالي سنه حوالي 30 سنه، وبيقول ان هو كان مولود بآفة خلقية في القلب، وعنده حاجة تعباه، بس دلوقتي بقى ينهج من اقل مجهود، وبقى يجيله وجع في صدره وتقل في صدره، وادي رسم القلب اللي هو عمله بره. فانا سؤالي لحضراتكم، ده العيان اللي بيشتكي من شوية تقل في صدره وشوية نهجان مع المجهود، وهما كانت أمه قايله له وانت صغير كان عندك حاجة في القلب، وادي رسم القلب بتاعه. أنا عايز حد يقول لي بقى رسم القلب ده يشخص حاجة ولا ما يشخص حاجة، يبين حاجة ولا ما يبينش حاجة. يلا عاوز الإجابات بقى. حازم فين؟ ومحمد نجدي فين؟ وسميح فين؟ اهلا يا دكتور علي، قول لنا بقى. من سوريا اهلا بحضرتك. عاوز بقى مين يقول لي الرسم القلب ده فيه ايه؟ محدش لسه ولا واحد كتب التشخيص. انا اللي انا ملاحظه في رسم القلب ده كويس قوي انكم كلكم عمالين تدعوا وتسقفوا ومبسوطين، بس احنا عاوزين تشخيص بقى. رسم القلب مش واضح، احد الزملاء بيقول رسم القلب مش واضح. طيب احنا هنقول ادي ليد 1، ادي ليد 2، ادي ليد 3، اي في ار، اي في ال، اي في اف، في 1، في 2، في 3، في 4، في 5، في 6. رسم القلب اللي انا ملاحظ ان سمول ار وكيو كبيره في سمول ار وديب اس في ليد 1 زي ما احنا شايفين هنا كده. وبعدين الدكتور محمد فين عشان نلون السهم؟ عايزين السهم ده يبقى ملون علشان لما نشاور بيه يبقى معروف. مش عارف لو احسن سكان. تعالى محمد لو سمحت، عاوزين نخلي السهم اللي احنا بنشاور بيه ده ملون لانه مش باين على الشاشه، والزملاء بيكتبوا كاتبين هنا ان رسم القلب مش باين، فنخليه اي لون اخضر احمر اي حاجه بحيث ان يبقى السهم اوضح شويه، او اسود حتى مش مشكله.
هيعلم مهاراتك. هيعلم ايه؟ ده هيعلم، هيرسم يعني. طيب اوكي. دلوقتي ادي زي ما انتم شايفين كده، ادي لدوان سمول ار فولود باي ديب اس، ليد 2 اهي، ليد 3 اهي، اي في ار اهي، اي في ال هنا، يعني لو اي في اف اهي. لو بصيت على ليد 1 واي في اف هلاقي رايت اكسس ديفيشن، والاهم من كده لو بصيت على في 1 في الحته دي هلاقي بروميننت ار ويف ان في 1 واس تي سيجمنت، اس تي سيجمنت ديبريشن وتي ويف انفرشن في ليد 1، وادي في في 1 وادي في 2 وادي في 3 وادي في 4، في 4 اهو، وادي في 5 وادي في 6. يبقى انا الار ويف في في 1 مونوفيزيك ار مع رايت اكسس ديفيشن مع في 5 وفي 6 الاس ويف لسه كبيره، ده فيري كاركترستيك اوف رايت فنتريكولار هايبرتروفي. يبقى العيان ده عنده رايت اكسس ديفيشن، عنده مونوفيزيك ار ان في 1، وعنده اس تي سيجمنت ديبريشن في في 1 وفي 2 وفي 3 و4 و5 و6، يبقى العيان ده عنده رايت فنتريكولار هايبرتروفي. والحقيقه القصه فيري كلير كرايت فنتريكولار هايبرتروفي. لما ابص على الفايندنجز اللي موجوده هناك، هي الفايندنجز دي هنا اهو، في في 1 هنا دي في ليد 1 سمول ار فولود باي ديب اس، واي في اف هنا الار ويف مينلي، يعني ده رايت اكسس ديفيشن، مونوفيزيك ار ان في 1 هنا، والديب اس لحد في 5 وفي 6 ده رايت فنتريكولار هايبرتروفي اند سترين في الاي سي جي ده، لان في اس تي سيجمنت ديبريشن وتي ويف انفرجن موجودين. طيب هو الواحد متوقع يشوف ايه في في 1؟ في 1 الواحد الحقيقه متوقع ان هو يشوف سمول ار فولود باي ديب اس زي دي كده، ده في 1 الطبيعي. وبعدين في 2 الطبيعي الار ويف تكبر شويه والاس تقل شويه لحد ما نيجي في في 4 و5 و6 نلاقي المينلي ار ويف. يبقى سمول ار فولود باي ديب اس في في 1 وفي 2 كل شويه الار عماله تزيد والاس عماله تقل لحد ما نيجي في في 4 نلاقي كده. يعني في 1 وفي 2 شكلهم ايه؟ سمول ار فولود باي ديب اس، سمول ار فولود باي ديب اس. امال اللي حصل هنا ايه؟ حصل هنا مونوفيزيك ار ان في 1. يبقى الباترن بتاع في 1 ده لما الاقيه مختلف، وفي 2 اهو لما الاقيه مختلف اللي هو سمول ار فولود باي ديب اس، الاقيه قلب لي بمونوفيزيك ار، يبقى انا هسال نفسي What are the causes of prominent R wave in V1؟ عاوز إجابات بقى. إحنا عرفنا واحد اسمه رايت فنتريكولار هايبرتروفي. عاوزين إجابات. ها الإخوة وليد، سميح، محمد هلال، الإخوة اللي موجودين معايا وأنا شايف صورهم، عاوزين إجابات. إيه الـ إيه الـ causes of prominent R wave in V1؟ الحقيقة زي ما شفنا ان normal V1 is small r followed by deep S. لما تقلب ال R wave تبقى هي ال prominent قوي في V1 اكتر من ال S، يبقى في ليها عدة اسباب وهنقولهم بقى احنا مع بعض كده. ادي واحد right bundle branch block تعمل لي كده زي ما احنا شايفين في في 1 هنا، ادي الار اس ار داش باترن بتاعنا موجود. طيب رايت باندل برانش بلوك رايت فنتريكولار هايبرتروفي. طيب لو بصيت في العيان ده الاقي ايه؟ انا لو بصيت هنا الاقي الار كبيره برضو هنا، والار كبيره برضو في في 2 هنا، الار كبيره قوي. لكن لو لاحظت شويه ودققت شويه الاقي في سمول كيو ويف قبل الار، سمول كيو وبعدين ار وبعدين كيو ممتده لحد في 3، كيو لحد في 4،
كيو لحد في 5، كيو ار اس لحد في 6، يبقى العيان ده عنده انتيريور مايوكارديال انفاركشن كومبليكيتد باي رايت باندر برانش بلوك. طب لو شفت ده الاقي برضه الار ويف كبيره قوي هنا، بس دي الار داش الحقيقه مش الار، لانها ديت كيو ار مش ار اس ار داش، كيو بدأ بكيو وبعدين الار بعدها والار كبيره قوي، يبقى دي برضه رايت باند البنش بلوك زي ديكا بالظبط، بس هنا الاس تي سيجمنت اليفيشن اللي واضح لي في التشست ليدز دي ده مور ريسنت انتيريور مايوكارديال انفاركشن كومبليكيتد باي رايت باند البرنش بلوك، يبقى ده التشخيص بتاعنا. طيب لو بصيت في رسم قلب زي ده الاقي الهارت ريت سريع قوي وبرضه في هنا رايت باند البرنش بلوك في في 1 وفي 2 و3 في النص الثاني من الصفحه، يبقى في حاجه اسمها ريت ديبندنت رايت باند البرنش بلوك. الاخ محمد علي من سوريا بيقول رايت فينتريكولار هايبرتروفي وبوستيريور مايوكارديال انفاركشن. دي الاسباب صح، كويس يا علي كلامك صح، ان انا ممكن يكون عندي احنا قلنا دلوقتي رايت فينتريكولار هايبرتروفي، السبب الثاني اللي احنا قلناه رايت باند البرانش بلوك سواء ايزوليتد رايت باند البرانش بلوك او كومبليكيتنج انتيرير مايوكارديال انفاركشن او ريت ديبندنت رايت باند البرانش بلوك، لكن هو الرايت باند البرانش بلوك على بعضها ده سبب للدوميننت ار ويف في في 1. لو بصيت على الاي سي جي دي بقى هلاقي هنا الانفيريور ليدز فيها مايوكارديال انفاركشن، ادي 2 وادي 3 وادي اي في اف فيها انفيريور مايوكارديال انفاركشن، ولما ابص على في 1 الاقي في 1 بروميننت ار، يبقى ده رايت انفيريور مايوكارديال انفاركشن وذ بوستيريور اكستنشن، يبقى بوستيريور مايوكارديال انفاركشن از انذر كوز. يبقى اسباب البروميننت ار ويف، اسباب البروميننت ار ويف ان في 1 لحد دلوقتي هي ايه اللي احنا شفناها لحد دلوقتي؟ رايت فينتريكولار هايبرتروفي، رايت باندل برانش بلوك، بوستيريور مايوكارديال انفاركشن. طب هل في اسباب تاني تعمل برومننت ار ويف في 1؟ خلينا نشوف، ادي اي سي جي تاني اهو، العيان ده عنده انفيريور مايوكارديال انفاركشن، ادي الليد 2 والليد 3 واي في اف، والاقي الار اكتر من الاس في في 1 وفي 2. في برضه الاخ ماجد سلطان بيقول ان البوستيريور مايوكارديال انفاركشن وده انفيريور بوستيريور مايوكارديال انفاركشن. حازم بيقول رايت باند برش بلوك رايت فينتريكولار هايبرتروفي بوستيريور مايوكارديال انفاركشن ديكستروكارديا. لا هي الديكستروكارديا مش هتعمل قوي، لكن اللي هتعمل تاني المنظر ده، عاوز كل الزملاء يشوفوه كده. انا يعني عندي بري اكسايتيشن وعامل لي دلتا ويف في في 4 وفي 5 وفي 6 ومن حتى في 2 وفي 3، يبقى البري اكسايتيشن سندروم. دبليو بي دبليو ابراهيم فرجالله قال ان في البري اكسايتيشن، يبقى برافو عليكم. دي مشاركة كويسة قوي. Causes of prominent R wave in V1 right ventricular hypertrophy right bundle branch block posterior myocardial infarction pre-excitation syndrome Duchenne cardiomyopathy وinfiltrative heart disease. يبقى ده الأسباب الكومن اللي عندنا. طيب الـ ECG اللي احنا شفناها دي اللي هي قدامنا دي هنشوفها تاني مع بعض، ده احنا اتفقنا ان دي عبارة عن ايه؟ عن رايت فينتريكولار هايبرتروفي. السؤال بقى التاني، هل دي بريشر اوفرلود ولا فوليوم اوفرلود؟ عاوز اجابة بقى. يلا رايت فينتريكولار هايبرتروفي من الباترن بتاع الاس جي ده، حازم برضو قال دكتور حازم عوض قال رايت باندل ورايت فينتريكولار هايبرتروفي بوستيريور انفاركشن وبري اكسايتيشن. برافو، عرفنا الاسباب كلها مع بعضنا. عايز حد بقى يقول لي ده فوليوم اوفرلود ولا بريشر اوفرلود؟ حد يكتب. دي بريشر اوفرلود، لان الريت اكستريم ريت اكسس ديفيشن بالمنظر ده والمونوفيزيك ار مش ار بروميننت ار ويف وفولود باي ديب اس،
فايمان دكتوره ايمان قالت ان ده بريشر اوفرلود. برافو دكتوره ايمان. رايت اكسس ديفيشن مونوفيزيك ار بالشكل ده، اس تي تي تشينجز من في 1 لفي 3 لفي 4، يبقى ده بريشر اوفرلود. طيب الكلام ده صح. طب ايه اسباب البريشر اوفرلود اللي ممكن تكون موجوده عند شاب سنه 30 سنه وكان عنده حاجه خلقيه في القلب، وبعدين دلوقتي بقى يشتكي من كرشة نفس وبيشتكي من شوية وجع في صدره؟ عندي حاجة من اتنين اللي تعمل لي بريشر اوفرلود بالشكل ده: رايت فنتريكولار هايبرتروفي ديو تو بالمونري ستينوزيس او ديو تو بالمونري هايبرتنشن. هما دول التو كومن كوزز اللي يعملوا لي البريشر اوفرلود على الرايت فنتريكل بالمنظر ده في العمر ده. طب عاوز بقى حد من الساده الاخوه الافاضل يقول لنا، هو انا كلينيكالي اقدر افرق البلمونري سينوزس من البلمونري هايبرتنشن ولا ما اقدرش؟ ها، اقدر طبعا. الاثنين هيبقى عندهم ليفت باراسترنال بالسيشن بتاعت رايت فنتريكولار هيف بتاعت رايت فنتريكولار هايبرتروفي كبريشر اوفرلود. لكن لما اجي احط السماعه على الليفت سكند سبيس، بقى احط سماعه على البالمونير اريا الليفت سكند انتركوستال سبيس، الاقي ايه؟ ايمان بتقول في مشكله في الصوت. يا ترى الصوت اتحسن كده ولا ايه؟ لو حطيت السماعه بتاعتي على الليفت سكند سبيس على الليفت سكند سبيس، العيان اللي عنده بالمونير سينوزس الاقي فيه اجكشن سيستوليك مرمر، ولو كان فالفولر ممكن الاقي ايجكشن كليك والاقي مافلد سكند هارت ساوند. في حين ان العيان اللي عنده بالمونري هايبرتنشن الاقي دايليتد رايت فنتركل، دايليتد بالمونري ارتري، اكسنتويتد كلوزلي سبليتد سكند ساوند. يبقى البالمونري كومبوننت اوف ذا سكند ساوند هتبقى اكسنتويتد في البالمونري هايبرتنشن، هتبقى ويك في البالمونري ستينوزس. الاقي في ايجكشن سيستوليك ميرمر في البالمونري سينوزيس، وممكن الاقي ايجكشن كليك لو كان فالفولر، لكن في البالمونري هايبرتنشن ممكن الاقي فلو ميرمر. يبقى التايب اوف ميرمر والكليك والبالمونري كومبوننت اوف ذا سكند هارت ساوند هتفرق لي البالمونري سينوزيس من البالمونري هايبرتنشن. يبقى الكومونست تو كوزز اوف بريشر اوفرلود يعمل لي رسم قلب بالمنظر ده عند شاب في السن ده، ان يكون عنده بالمونري سينوزيس والارجح انه يبقى فالفولر، او عنده بالمونري هايبرتنشن سكندري 2 ليفت تو رايت شنت واجنورد وما تعالجتش كويس. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. انا قلت بريشر اوفرلود وقلت بالمونري سينوزيس، اعمل ايه؟ انا عملت حاجه غلط. وقلت ان ده البريشر اوفرلود. طب ايه الكوزيس اوف رايت فنتريكولار فوليوم اوفرلود بقى؟ What are the causes of right ventricular volume overload؟ احنا قلنا ان البريشر اوفرلود، ده السؤال، احنا قلنا ان البريشر اوفرلود بالمونري سينوزس بالمونري هايبرتنشن الكومنس تو كوزز. طب الفوليوم اوفرلود كونجنتال هارت ديزيز وامهم الاي اس دي، حاجه تعمل فوليوم اوفرلود. بارشال انومالس بالمونري فينس درينج يعمل لي فوليوم اوفرلود. طيب ايه تاني؟ برايمري تريكاسبيد ريجيرج. طب وبقول برايمري ليه؟ لان البلمونري هايبرتنشن كبريشر اوفرلود ممكن يعمل لي تريكاسبيد ريجيرج، فيبقى التريكاسبيد ريجيرج السكندري 2 بلمونري هايبرتنشن هيبقى بريشر اوفرلود. لكن برايمري تريكاسبيد فالف ديزيز برايمري تريكاسبيد ريجيرج هو ده اللي هيعمل لي رايت فنتريكولار فوليوم اوفرلود. كورونر ارتيريو فينس فيسولا رايت فنتريكل تعمل لي كده. البريشر اوفرلود برضو من الحاجات الاسباب القليله او الليس كومن، لكن هيجي سيرتها في سلايدز قادمه. رابتشر ساينس اوف فالزالفا انتو ذا رايت فنتركل هتعمل لي بريشر اوفرلود. يبقى الكومن كوزز اوف رايت فنتريكولار فوليوم اوفرلود ار اي اس دي، بارشال انومالس بالمونري فينس درينج، برايمري تريكاسبيد ريجيرج. دول الكومن كوزز اللي تعمل لي رايت فنتريكولار فوليوم اوفرلود. لما احط ايدي على الليفت باراسيرنم البريشر اوفرلود هيبقى هيف،
لكن التاني والفوليوم اوفرلود هيبقى بالسيشنز قويه وسريعه وتروح على طول. طيب نتنقل للسؤال اللي بعده، هل الرايت فينتريكولار فوليوم اوفرلود بتاعي ده له كريتيريا مخصوصه في الام مود ايكو تقول ان المريض بتاعي ده عنده رايت فينتريكولار فوليوم اوفرلود؟ انتوا مستغربين جدا، لان انا بشوف كل الشباب اول ما بيحط البروب بتاع الايكو يجري على الكالر. كالر ما هو قبل الكالر ده في حاجه اسمها تو دايمنشنال ايكو، وقبل التو دايمنشنال ايكو في حاجه اسمها ام مود ايكو. فالام مود ده له حاجات كاركترستيك تشينجز. اول ما اجيب الباراستينال لونج اكسس فيو بالايكو الاقي رايت فينتريكولار دايليتيشن، والاقي الانتر فينتريكولار سيبتم از بوشد داونوردز. اول ما اجيب الام مود الاقي فيه بارادوكسيكال سيبتال موشن. بارادوكسيكال سيبتال موشن يعني ايه؟ يعني السيبتم والبوستيريور رول طبيعي يقابلوا بعض ان ديورنج سيستلي ويبعدوا عن بعض ديورنج دايستلي، يبقى هما بيقربوا بعض وبيبعدوا عن بعض، دول الاقيهم ماشيين مع بعض. بارادوكسيكال سيبتال موشن، كل ما الليفت فينتريكولار بوستيريور وول يتحرك لقدام الاقي السيبتم متحرك معاه لقدام، لورا يرجع لورا، يبقى ده اسمها بارادوكسيكال سيبتال موشن. بارادوكسيكال سيبتال موشن في الام مود ايكو دليل قاطع على رايت فينتريكولار فوليوم اوفرلود، ودي بتحصل في العينين اللي عندهم اتر سيبتال ديفكت وبارشال انومالاس بالموناري فينس درينج. ده الرايت فينتريكولار فوليوم اوفرلود. احنا عمالين نتكلم علشان نفتح موضوعات مع بعض، من اي سي جي واحده ممكن الواحد يوصل لايه ويفكر في ايه ويستعرض معلومات قد ايه، نقدر نعرف كتير قوي. طيب احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي تعمل برومننت ار ويف ان في 1 هو الرايت فينتريكولار البوستيريور مايوكارد انفاركشن. حد يقدر يقول لي هو لو انا واحد عنده رايت فينتريكولار هايبرتروفي الجاجولار فينس بريشر بتاعي يبقى شكله ايه؟ جاجولار فينس بريشر ان رايت فينتريكولار هايبرتروفي، جاجولار فينس بريشر ان رايت فينتريكولار هايبرتروفي. عايزين حد دكتور حسام مصطفى بيقول برضو ان اللي فاتت الاي سي جي كانت بريشر اوفرلود، ودكتور علي برضو قال دايليتد رايت فينتريكل. طيب الجاجولار فينس بريشر في العيان اللي عنده رايت فينتريكولار هايبرتروفي يبين لي ايه؟ اولا لو العيان عنده رايت فينتريكولار هايبرتروفي وسبب الرايت فينتريكولار هايبرتروفي ده بريشر اوفرلود زي اللي احنا شفناه، معناها ان الاند دايستوليك بريشر بتاع الرايت فينتريكل هيبقى كبير، هيبقى عالي، معناها ان الاتريال كونتراكتيليتي رايت اتريال كونتراكتيليتي هتبقى قويه جدا علشان تو اوفركم الهاي رايت فينتريكولار دايستوليك بريشر. طيب الاكسجريتد كونتراكتيليتي اوف ذا رايت اتريم دي هتعمل لي ايه؟ تعمل لي بروميننت اي ويف ان ذا نيك، تعمل لي بروميننت اي ويف ان ذا نيك. طيب لو كان فوليوم اوفرلود او بريشر اوفرلود كومبليكيتد بالمونر هايبرتنشن وتريكاسبيد ريجرج، يبقى تريكاسبيد ريجرج ممكن يعمل لي في ويف ان ذا نيك. يبقى انا عندي بالمونر هايبرتنشن او بالمونر سينويز او اي سبب يزود لي الرايت فينتريكولار اند دايستوليك بريشر هيعمل لي اكسجريتد رايت اتريال كونتراكتيليتي، هيعمل لي بروميننت اي ويف ان ذا نيك. لو ده بقى كومبليكيتد بتريكاسبيد ريجرج هيعمل لي بروميننت في ويف ان ذا نيك. يبقى ده الجاجولار فينس بريشر في عيان عنده رايت فينتريكولار هايبرتروفي. الكلام ده مهم قوي يا جماعه، لان احنا لما بنيجي في امتحانات الدكتوراه او الماجستير وبنسال الاخوه في جايد لاينز يسمعوها ويبقوا كويسين قوي، اجي اقول له القسطره والدعامه يبقى لبلب، طب قول لي مش عارف ايه كويس، طب تعالى اكشف على العيان ده بقى وقول لي الحاجات البسيطه دي، بتبقى اسئله بايخه قوي. فاحنا بنراجع مع بعض اهو وبنقول ان مهما تعددت سبل الانفستيجيشنز هيظل الكلينيكال سنس هو اهم حاجه في الممارسه الطبيه اللي بتربط المريض بالطبيب بتاعه، فدي حاجه مهمه جدا. طيب قلنا ان العيان اللي عنده elevated end diastolic pressure في الرايت فينتركل يبقى عنده prominent A wave. طب انا عندي بعض المرضى يبقى عندهم الكوكتيل الغريب ده، بصوا معايا كده، الجاجولار فينس بريشر زايد جدا
ومع ذلك العيان ده عنده هايبوتنشن، السيستميك بريشر بتاعه واطي. حد يقدر يقول لي ايه الاسباب اللي تعلي لي الجاجولار فينس بريشر ومع ذلك العيان ده يبقى هايبوتنسيف؟ وخدوا بالكم من حاجة، ان العيانين دول رغم ان الجاجولار فينس بريشر بتاعهم عالي لكن العلاج بتاعهم فلويدز، زيادة فلويدز، ادي حاجة للتسهيل كمان اهو. حد يقدر يقول لي ايه هي الاسباب؟ استنى ولا اقول؟ انا عندي كوكتيل من الديزيزز اللي تعمل لي increased تغريد. الدكتوره تغريد قالت بي اس ريد فينتريكولار انفارشن، دكتوره ايمان قالت وبوستيريور انفارشن وبالمونري امبوليزم. صح، الاكيوت بالمونري امبوليزم يعمل لي ايه؟ يعمل لي sudden increase في الرايت فينتريكولار بريشر، يعمل لي جاجولار فينس بريشر عالي ويعلي لي الجاجولار فينس بريشر قوي. لكن الفورورد فلو اللي رايح من الرايت هارت للليفت لانج او لللانجز وبعدين للليفت اتر وبعدين للليفت فينتريكل والستروك فوليوم هيبقوا قليلين، فالعيان ده يجيله هايبوتنشن. يبقى العيان اللي عنده اكيد بالمونري امبوليزم، العيان اللي عنده رايت فينتريكولار انفاركشن، العيان اللي عنده كونستريكتيف بيريكارديتس او بيريكارديال افيوجن، يبقى جاجولار فينس بريشر بتاعه عالي جدا والبلاد بريشر بتاعه واطي. يبقى دول الاسباب الكومن كوزز، رايت فينتريكولار انفاركشن، بالمونري امبوليزم، ودول كالاتنين كاكيوت سيتويشن او كاردياك تامبوناد او كونستريكتيف بيريكارديتس، ديت الاسباب اللي تعمل لي القصه دي. يبقى خدوا بالكم الكوكتيل اللي احنا بنقول عليه، زود الجاجولار فينس بريشر، قلل السيستميك بلاد فلو وعمل هايبوتنشن، ورغم ان الجاجولار فينس بريشر عالي لكن العلاج بتاعه فلويد. في حد دكتور ابراهيم بيقول سوبيرو فينيكيف ابستراكشن، هو صحيح سوبيرو فينيكيف ابستراكشن هيبقى له كاركترستيك فايندنجز مختلفه خالص، لكن يمكن تأثيره مش هيبقى أكيوت قوي على البلاد بريشر، لكن هيبقى على جاجولار فينز وهتبقى نوت بالسيتنج وكونجستد والتراسك كيج هيبقى على كل التراسك وول دايليتد فينز وهتبقى سينوز، لها كاركترستيك سوبر فينا كيبا اوبستراكشن مهم قوي. ايه اهميه الكلام اللي انا بقوله ده؟ عيان جاله رايت فينتريكولار انفارشن والفيلنج بريشر اوف ذا رايت فينتريكل قل، فبناء على كده جاله هايبوتنشن والجاجولار فينس بريشر بتاعه عالي، ده اعالجه بالفلويدز. طب لو العيان ده جاله شيست بين ممكن اديله نايتريتس ولا ما اديلوش؟ اديله قرص تحت اللسان ولا ما اديلوش؟ خدوا بالكم يا جماعه ان المرضى اللي عندهم انفيريور مايوكارديال انفارش وخاصه لو كان مع بوستيريور اكستنشن وانت شاكك ان يكون فيه رايت فينتريكولار انفاركشن، العيانين دول قرص تحت اللسان واحد هيعمل سيفير هايبوتنشن وشوك. يبقى لازم اتاكد 1000000% ان العيان اللي عنده انفيريور مايوكارديال انفاركشن ما عندهوش رايت فينتريكولار انفاركشن وهو اللي مسبب ان اللو بلاد بريشر، علشان لو اديته دايوريتك لا سوري لو اديته فازو دايليتورز هقلل جدا الفيلنج بريشر بتاع الرايت فينتريكل وممكن يدخل لي في سيفير هايبوتنشن اند شوك. عايزين بقى نلخص الكلام اللي فات ده كله، لازم نكون عرفنا وحفظنا صم دلوقتي ان الكيو ار اس كومبلكس ان في 1 اند في 2 از نورمالي سمول ار فولود باي ديب اس. لو لقيت برومينانت ار يبقى دي لها اسباب، الاسباب دي ايه؟ رايت فينتريكولار هايبرتروفي، رايت باندل برانش بلوك، بوستيريور مايوكارديال انفارشن، بري اكسيتيشن سندروم، دوشين كاردوميوباسي، هم اللي يعملوا لي الحاجات دي. طيب قلنا البريشر اوفرلود والفوليوم اوفرلود اوف رايت فينتريكل، لما الاقي ستريم باترن موجود في الاي سي جي بريشر اوفرلود، والكومنست كوزز بالمونري سينوزز وبالمونري هايبرتنشن، وانا عرفت ازاي افرقهم من بعض في مريض زي اللي احنا حكينا عليه اول ما اتكلمنا كده.
وبعدين اسباب الرايت فينتريكولار فوليوم اوفرلود هي عباره عن ايه؟ الكومنست كوزز على طول اي اس دي اند بارشال انومالس بالمونري فينز رينج، لازم نبقى شاكين فيهم. والكلام ده هيبقى له يعني تفصيل اكتر في مرات قادمه. ازاي كلينيكالي افرق البالمونري سينوس من البالمونري هايبرتنشن؟ قلناها. وبعدين الجوجلر فينوس بريشر اخباره ايه في الرايت فينتريكولار هايبرتروفي؟ عرفناه. طيب الاي ويف والفي ويف ايه؟ عرفناهم. وبعدين الجوجلر فينوس بريشر اللي زايد مع الهايبوتنشن اسبابهم ايه؟ ادي احنا عرفناها. وكده احنا خلصنا الجزء الاول من المحاضره بتاعتنا النهارده. ممكن لو تعبتوا نكتفي بكده، ممكن نكمل لسلايد تانية لو حابين. عاوز اشوف اللي عاوز نكمل يعمل ويف او يقول اي حاجة عشان نشوف العدد اللي عاوز يكمل ايه، لان اللي جاي بقى ده هيبقى very interesting. واضح ان في ويفز كتيرة قوي، ومحمد عبد الله وندى وتغريد وايمان وكله يعني بيعمل اهو. طب يا جماعه يلا بينا ممكن نكمل. طب حاضر يا دكتور ايمان هنكمل. بصي بقى يا ست الكل في السلايد دي وقولي لي ايه اللي فيها. انا هجيب لك السلايد اهي. دي قسطره. حاضر يا حازم. خلاص هنكمل يا محمد، احنا مكملين مع بعض اهو. يلا. اهلا دكتور محمود منير، اخبارك ايه؟ دكتور علي احنا هنكمل اهو، عاوزين واحد يقول لنا السلايد دي فيها ايه؟ فيها قسطره. ارتيريال ولا فينوس؟ ده السؤال الاولاني. ارتيريال ولا فينوس؟ هنقول القسطرة يا جماعة لما أنا ببقى ماسكها في إيدي بره، أنا في أرتري أو في فين، وبعدين بزقها لحد ما توصل القلب. أرتيريال كاثيتر علشان تدخل القلب ملهاش أي طريق غير إنها تروح على الأورتيك فالف والأورطة وتنزل القلب من فوق لتحت. في حين إن الفينوس كاثيتر لو أنا منزلها من الفيمورال فين هتطلع لي على الانفيريور فينا كيفا، وبعدين على الرايت اتريوم، وبعدين على الرايت سايد اوف ذا هارت، يبقى لازم تكون داخله القلب من تحت. لكن لو القسطره من الجاجولار فينس بريشر من فوق ممكن تجي له السوبيريور فينا كيفا، ومن السوبيريور فينا كيفا تدخل على الرايت اتريوم. يبقى بالبلدي كده الارتيريال كاثيتر عمرها ما تدخل القلب من تحت. لا يمكن تدخل القلب من تحت، لأن القلب مش مفتوح على الأرتريز إلا عن طريق الأورطة. فيبقى لو أنا من البريفرال وداخل بقسطرة عشان تدخل جوه القلب، لازم تنط على القلب من فوق وتدخل من فوق مش من تحت. يبقى القسطرة دي از افينات كاسيتر. أي قسطرة دخلت جوه القلب أنا عندي فور بيسز أوف انفورميشن لازم اقدر اخدهم من الانبوبه المجوفه اللي اسمها قسطره اللي دخلت القلب. اول حاجه الكورس بتاعها ايه؟ ده نمره واحد. تمبوراري بيسميكر؟ لا يا جماعه. تمبوراري بيسميكر ايه؟ لا، اللي قال اللي كتب تمبوراري بيسميكر، لا الكلام ده مش صح. انا دي قسطره مش بيسميكر واير، وهنتكلم دلوقتي وهنقول ليه. فانا عندي اول ما القسطره دي اصلا خرجت بره القلب خالص، لو انتم شايفين خلينا نبص مع بعض فيها تاني. دي القسطره وسابت التب بتاعها، ساب القلب خالص وخرج اهو. البتاع دي ما بتتلوتش، الايد دي ما بتتلوتش يا محمد؟ لا الايد بتاعت الماوس عشان فيديو. القسطره اهي خرجت بره القلب خالص، يبقى ديت فينوس كاثيتر، مفيش فصال. طيب يبقى انا لما الاقي انبوبه مجوفه اسمها قسطره دخلت جوه القلب، وات ار ذا بيسز اوف انفورميشن اللي انا اقدر اخدها؟ اولا اقول الكاثيتر كورس ايه؟ دي نمره واحد. نمره اتنين اوصلها بالمانوميتر واقيس البريشر
واعرف منها بريشر. نمر ثلاثة، اسحب منها عينة دم واشوف الاوكسجين ساتوريشن في الدم في الحتة اللي هي واقفة فيها. نمرة أربعة، احقن فيها صبغة وروح راحت فين. يبقى مفيش اي معلومة اضافية من قسطرة هتدخل جوه القلب غير الاربعة دول. الكاتيتر كورس ده بتاعي ده ايه؟ اقيس البريشر في المكان اللي انا فيه ده، نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، اشوف الاوكسجين ساتوريشن في المكان اللي انا واقف فيه، وبعدين احقن ضاي اشوف الضاي راحت فين. ابص على الكاتيتر كورس في القسطرة دي وبعدين اقول انا رحت فين. الكاتيتر كورس بتاعي القسطرة اهي وطالعه لي، دخلت الانفيرو فينا كيفا، ومن الانفيرو فينا كيفا اهي راحت على الرايت اتريم، كروسد الميد لاين اهي، وبعد ما كروس الميد لاين سابت القلب خالص 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 وخرجت بره في اللنج اهي. طيب هو ايه اللي يخلي فينس كاثيتر تخرج بره خالص من القلب ده وتروح اللنج؟ نفكر مع بعض كده ونشوف. طب نشوف واحدة تانية في نفس المريض ده والقسطرة راحت فين؟ اهي القسطرة برضو فينس كاتيتر وسابت القلب خالص وخرجت بره وراحت على اللانج. لا يمكن القسطرة هتخرم القلب وتروح اللانج الا عن طريق حاجة من اتنين، يا دخلت في بالمونري ارتري يا دخلت في بالمونري فين. يبقى مادام فينس كاتيتر سابت الكاردك سلويت وخرجت بره راحت على اللنج، يبقى حاجه من اتنين، يا اما راحت على البلمونري ارتري يا اما راحت على البلمونري فين. طيب اهلا يا مدام صافي، ازي حضرتك؟ عاوز اقول بقى الاخوه اللي معايا، طب هو انا اقدر افرق اذا كانت هي في بلمونري فين ولا في بلمونري ارتري؟ اقدر طبعا، ما انا عندي ده اول بيس اوف انفورميشن، الكاثيتر كورس ده ثابت القلب وراحت على اللنج، يبقى يا بالمونري ارتري يا بالمونري فين. لو قست البريشر هيبقى في فرق؟ طبعا البالمونري فينس بريشر غير البالمونري ارتري بريشر، صح؟ هاخد عين الدم واشوف الاكسجين ساتوريشن، الاكسجين ساتوريشن في البالمونري فين هيبقى ارتيريا، لكن في البالمونري ارتري هيبقى فينس. طب لو حقنت صبغه البالمونري ارتري، الصبغه هي اللي هتروح على البريفري من التيب اوف ذا كاثيتر، لكن لو في البالمونري فين وحقنت صبغه هترجع لي مع من البالمونري فين مع القلب. طيب انا هروح في القسطره وهي في الوضع ده واحقن الصبغه، هل الصبغه دي رجعت على القلب؟ اهو نشوف، انا حقنت الصبغه من البوزيشن اللي فات، انا وانا في القسطره في الوضع اللي فات ده انا قست البريشر وعرفت ان انا في مكان ما، وشفت الاكسجين ساتوريشن وعرفت انا فين، وحقنت صبغه والصبغه اهي. يا ترى الصبغه دي رجعت على القلب ولا ما رجعتش؟ رجعت على القلب. طيب معناها ان انا في بالمونري ارتري ولا في بالمونري فين؟ معناها ان انا في بالمونري فين، لان الدم الصبغه راجعه مع القلب، رجع الصبغه راجعه مع الدم على القلب، يبقى انا في بالمونري فين خلاص. طيب ارجع بقى اسال نفسي سؤال تاني، ايه اللي يخلي القسطره اللي راحت الرايت هارت تدخل في البالمونري فين؟ حاجه غريبه قوي، قسطره في الرايت هارت تدخل البالمونري فين؟ طيب ليه؟ برافو. سبب من اتنين، يا اما partial anomalous pulmonary venous drainage into the right atrium، يبقى القسطره دي في الرايت upper pulmonary vein وحقنت الصبغه، فممكن تكون partial anomalous pulmonary venous drainage. والسبب الثاني دكتوره ايمان قالت partial anomalous pulmonary venous drainage، partial احمد دكتور احمد بريشر شذوذ، بريشر يعني ايه؟ البريشر طلع كام يعني؟ مش عارف يا احمد قصدك ايه. طيب هنعمل ايه بقى؟ نكمل الموضوع ده مع بعض شويه لانه ده موضوع مهم جدا. لما القسطره الفينس كاثيتر تروح
على البالمونري فين، يبقى في سبب من اتنين، يا اما في partial anomalous pulmonary venous drainage opening into the right atrium، ادي احتمال. والاحتمال الثاني ان يبقى القسطره عدت من الرايت اتريوم للليفت اتريوم للبالمونري فينز ثرو ان اي اس دي، يبقى القسطره بالكورس بتاعها ده عندي سبب حاجه من اتنين، يا partial anomalous pulmonary venous drainage يا اما اي اس دي، والقسطره عدت من الرايت اتريوم للليفت اتريوم للبالمونري فين. طيب افرق ازاي إذا كان دي partial anomalous pulmonary venous drainage opening into the right atrium ولا دي ASD والأسطرة عدت من right atrium لليفت atrium across أو through the ASD وبعدين من الليفت atrium راحت على pulmonary veins؟ حد يقول لي. أنا الأول المفروض في المكان ده لو أنا خدت عينة دم ألاقيها arterial الأوكسجين ساتشيرش بتاعها 95 مثلا، ولو قست البريشر في المكان ده وفي البوزيشن اللي قدامي ده هنشوفه مع بعض تاني، لو قست البريشر هلاقيه فينس بريشر يعني 10 15 لكن عمره ما هيبقى اكتر من كده ويمكن يكون اقل كمان، والاكسجين ساتوريشن هيبقى عالي، وحقنت صبغه رجعت على الهارت يبقى ديفنتلي انا في بالمونري فين. طب انا عايز اعرف بقى هل دي راحت البالمونري فين اكروس ذا اي اس دي ولا عشان العيان ده عنده partial anomalous pulmonary venous drainage. اقول لكم هي لو كانت partial anomalous pulmonary venous drainage opening into the right atrium يبقى الصبغه دي هتروح فين؟ ترجع لي من البلمونري فين على الرايت اتريوم. طيب ولو كانت اي اس دي وحقنت في البلمونري فين هترجع فين؟ في الليفت اتريوم. يبقى لو الصبغه اللي انا حقنها رجعت لي على الرايت اتريوم يبقى ده بارشال انومالوس بالمونري فينس درينج. طب لو رجعت لي على الليفت اتريوم يبقى القسطره دي عدت من الاي اس دي وراحت على الليفت اتريوم مع البالمونري فين. هنرجع نبص على الصوره دي تاني مع بعض ونشوف الصبغه اللي رجعت دي رجعت على الرايت اتريوم ولا على الليفت اتريوم. نبص مع بعض اهو. الرايت اتريوم بيكون الرايت بوردر اوف ذا هارت. هل الصبغه دي راحه عامله اوباسيفيكيشن للرايت بوردر اوف ذا هارت ولا لا؟ الحقيقه لا، ده هي راحه ناحيه الليفت بوردر اوف ذا فيرتبرال كولمن كمان، يبقى ده الليفت اتريوم. ده انا استنتج كده، انا الصبغه دي الرايت اتريوم اللي القسطره داخله فيه ده مش ما فيهوش اوباسيفيكيشن خالص. طب انا مش عايز يعني احط احتمالات، انا عاوز احكم. احكم يبقى لازم اعمل ايه؟ حد يقترح؟ حد يقترح اقتراح؟ انا عايز احلف. هقوم جايب اللاترال على طول واقوم حاقن في البالمونري فين اللي انا كنت فيه ده. لو البوستيريور اتريوم هو اللي اوباسيفايد يبقى معناه ان ده الليفت اتريوم، معناها ان العيان ده عنده اي اس دي. لو الانتيريور اتريوم هو اللي اوباسيفايد يبقى العيان ده عنده partial anomalous pulmonary venous drainage. طب نروح على اللاترال فيو ونحقن الصبغه ونشوفها راحت فين. اهي الصبغه راحت فين؟ راحت على البوستيريور اتريوم. البوستيريور اتريوم هو اللي ادجيسنت للفيرتبرال كولم، يبقى البالمونري فين ده فضى في البوستيريور اتريوم، اذا فضى في الليفت اتريوم، والليفت فينتركل مالا اهو، والاورطه كمان بملالي في الاخر اهو اهو. يبقى ديفينتلي القسطره دي كروسد الميد لاين وراحت من الرايت اتريوم بوستيريورلي للليفت اتريوم ودخلت على البالمونري فين، والعيان ده عنده اتريال سيبتال ديفكت، مفيش شك في الكلام ده. يبقى نقول بقى الفينس كاثيتر ودخل ليه؟ لانها دخلت الهارت من تحت لفوق، يعني داخل عن طريق الانفيريو فينا كيفا. طب الفينس كاثيتر دي عملت ايه؟ سابت الكاردياك سلويت خالص وراحت على اللانج. هتروح ليه على اللانج؟ يبقى رايحه بالمونري ارتري يا راحت على بالمونري فين. افرق على بالمونري ارتري ولا فين ازاي؟ هشوف البيسز اوف انفورميشن من الكاثيتر كورس واحد،
اشوف الاوكسجين ساتوريشن فينس ولا ارتيريال، اشوف البريشر فينس ولا ارتيريال، احقن صبغه واشوفها راجعه على القلب يبقى بالمونري فين، ولا راح بعيد عن القلب يبقى بالمونري ارتري. طب لما حقنا هنا وشفنا الفينس كاتيتر دي لقينا البريشر بتاعها لو، لقينا الاوكسجين ساتوريشن 95، ولما حقنا الصبغه لقيناها رجعت على الاتريا، يبقى اما دي بارشل انومالس بالمونري فينس درينج يا اما اتري سيبتال ديفكت. لو راحت على الريت اتريم يبقى بارشل انومالس بالمونري فينس درينج، لو راحت على الليفت اتريم يبقى دي اي اس دي. لما شفنا في البوستيريور في اللاترال فيو الصبغه راحت فين، لقينا الصبغه راحه على البوستيريور اتريم اهو، يبقى ديت العيان ده عنده اتريال سيبتال ديفكت، والقسطره عدت من الريت اتريم راحت على الليفت اتريوم وبعدين راحت على البالمونري فين، ولما حقنت الصبغه جات لي على الليفت اتريوم. اظن ده مثال واضح جدا جدا للعيان اللي عنده اي اس دي كاثيتر كورس. طيب انا هنيجي بقى في سلايد ثانيه وعاوز اقول للزملاء شوفوا الكورس بتاع القسطره دي ايه وبعدين هنفرقه ازاي. نروح على القسطرة اهو، القسطرة اهي دي راحت من هنا كده ودخلت على القلب اهي من الانفيريو فينا كيفا على القلب اهي، وبعدين كروسد الميد لاين اهي وراحت على الرايت فينتريكل، وبعدين قامت راحه على الرايت فينتريكولار اوت فلو تراكت اهو، وبعدين قامت راحة على المين بالموناري ارتري اهو، وبعدين قامت راحة على الليفت بالموناري ارتري اهو. اظن الكاثيتر كورس ده مختلف تماما عن الكاثيتر كورس بتاع المرة اللي فاتت. طيب واحد يقول لي انا مش متأكد هي دي راحت على بالموناري ارتري فعلا ولا مش راحت. الكورس ده من رايت اتريوم وكروس الميدل لرايت فينتر وطلعت على فوق بالمنظر ده كده، يبقى راحت على الرايت فينتريكولر او فلو تراكت وعلى البالمونر ارتري، وبعدين التب بتاعتها راحت على الليفت بالمونر ارتري، يبقى ده الكاثيتر كورس ده بيقول ان ده بالمونر ارتري. طب انا عاوز اتاكد اعمل ايه؟ حد يقول لي عايز اتاكد ان دي فعلا في بالمونري ارتري اعمل ايه؟ احنا قلنا 4 pieces of information لازم احصل عليها من اي قسطره مجوفه دخلت الكارديوفاسكولار سيستم. ادي الكورس في الاول وقلنا عليه، هقيس البريشر هنا واشوفه الاقي ده بالمونير ارتيريال بريشر. طيب اشوف الاكسجين ساتوريشن الاقي ده 65% اكسجين ساتوريشن، يبقى انا فعلا في الليفت في البالمونري ارتري. طب لو حقنت صبغه وانا في هذا المكان هتروح فين؟ الفينوس كاثيتر لما جت في بالمونري فين الصبغه رجعت مع الدم على الهارت. طب هحقن هنا وهشوف ايه اللي حصل. يلا بينا نحقن ونشوف الكونتراست شكله ايه. اهو انا عايزها تمشي، هنعمل ايه؟ طب استنى، لا انا استنى كيب. طيب هنيجي في اخر واحده كده واهوت وهنعمل كده ونشوف مع بعض. احنا حقنا اهو الصبغه اتحقنت اهي. احنا لما حقنا الصبغه دلوقتي يا ترى الصبغه دي راحت على البريفري وملت اللنج وملت الارتريولر بالمونري ارتريولز الاصغر فالاكبر فاصغر فاصغر فاصغر، ولا رجعت على الهارت؟ لا ده ديت اكستندد لحد من البالمونري ارتري وراحت ملت كل البالمونري ارتريولز. دكتور احمد شاهين بيقول البريشر، البريشر كان 35 على 15، والدكتوره شيرين بتقول كونتراست، احنا حقنا كونتراست. الكونتراست راح فين؟ الكونتراست راح من الليفت بالمونري ارتري لحد البرانشز بتاعته وملا البالمونري ارتريولز. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان ديت ارتيريا ناديه قسطره فينوس كاثيتر وراحت على
الرايت اتريوم، وبعدين راحت على الرايت فينتركل، وبعدين راحت على البالمونري ارتري، وبعدين راحت على الليفت بالمونري ارتري برانش، ويبقى دي فينوس كاتيتر بس راحت البالمونري ارتري. وعرفنا دلوقتي الكورس بتاع القسطره مش ازاي، وازاي هنفرق اذا كانت القسطره. الزملاء كلهم معانا، كلهم الدكتور عاطف بيقول عاوزين نشوف الساتوريشن، ودكتور محمد موسى بيقول عاوزين نشوف البريشر. طبعا لو انا في المكان اللي احنا شفنا فيه القسطره اخر مره اللي هو ده، احنا عرفنا شفنا الكاسيتر كورس، هنشوف الفور بيسز اوف انفورميشن تاني، وهنشوف البريشر لقيناه 35 على 15، الاكسجين ساتوريشن لقيناه 65%، حقنا صبغه لقينا الصبغه راحت على اللنج، يبقى انا في بالمونر ارتري. انا جبت دي ورا دي عشان نقدر نقول مع بعض القصه ايه. لا ثرو في اس دي، لا الدكتور علي بيقول قال ثرو في اس دي، لا دي مش ثرو في اس دي خالص. القسطره ديت النورمال كورس بتاع الفينوس كاثيتر لما بدخل على رايت اتريوم، وبعدين كروس الميد لاين ترايكسبت فال على الرايت فينتكل، وبعدين اطلع على الليفت ستيرن على الليفت بوردر اوف ذا فيرتبرال كولمن علشان اوصل للبالمونري ارتري، وبعدين اروح الليفت بالمونري برانش او رايت بالمونري برانش. يبقى ده الكاثيتر كورس بتاع رايت هارت كاثيتر عادي خالص، والموضوع كده خلص. كفايه النهارده، واحنا اتكلمنا كتير عن الرايت هارت، ومحمد عمال يقول لي احنا عدينا الساعه واحنا كنا قايلين نص ساعه بس. فاتعشم ان يكون اليوم مفيد، واتعشم ان المعلومات اللي راجعناها مع بعض دي تكون مفيده. اطيب تمنياتي لكم بالصحه والتوفيق والسعاده، ويا رب تدركوا اهميه الكلينيكال واهميه البيزك كارديولوجي. وبقول لكم مهما زادت الميثودز اوف كاردياك ايمجينج ومهما تعددت، هتزيد حاجتنا للكلينيكال. تو تشوز ويتش تايب اوف انفستيجيشن تو تشوز فور فيتش بيشنت هيعتمد على ماي كلينيكال اسسمنت. اطيب تمنياتي، والى اللقاء في مره قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.